كل يوم مع حضراتكم بنشوف اعتداء جديد بشكل مختلف، قصف متواصل على القطاع. اليومين اللي فاتوا كان العنوان الرئيسي هو الحرب على المستشفيات، استهداف المدنيين دون تمييز. السلطات الرسمية الفلسطينية قدرت توثق جرائم الاحتلال منذ بدء العدوان على القطاع بأكثر من حوالي 1200 مجزرة. في تساؤلات كتير بتخلينا نسأل إزاي بيتم محاسبة إسرائيل على جرائمها، كمان إيه أهمية توثيق المجازر دي وغيرها من أسئلة. معانا عبر التليفون من باريس الدكتور مجيد بوتن، أستاذ القانون الدولي، نتعرف منه على تفاصيل أكتر. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا دكتور. بداية لما نيجي نتكلم عن توثيق المجازر اللي حصلت اللي بتقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة، إزاي يتم التوثيق وأهمية هذا التوثيق؟ التوثيق يتم عن طريق أي شخص كان، يعني يكون شخص مدني، تكون منظمة إنسانية، تكون منظمة غير حكومية، تكون سلطة، تكون الأمم المتحدة، الأونروا، يعني لجنة الإغاثة الدولية، هيئة الإغاثة الدولية، تكون الصليب الأحمر، الهلال الأحمر الدولي، أي منظمة، أي إنسان يمكن أن يقوم بالتوثيق. لكن التوثيق له شروط، يجب أن تكون الوثيقة إما صورة أم فيديو أو وثيقة، وتكون لها تاريخ محدد مضبوط يمكن التعرف عليه بشكل ثابت، ويكون المكان مضبوط، وتكون الذين استهدفوا تكون صورهم واضحة، وتكون يعني الفعل واضح، أي يكون حطام، ركام، قصف، شيء مهدم، شتت، يعني مدارس، محطات، مستشفى، شارع، بيوت مهدمة. هذه الوثائق العادية الطبيعية، وكل شخص يمكن له القيام بذلك، لكن يجب أن تكون موثقة يعني بشكل ثابت. الدليل يجب أن يكون قاطع وليس في شك، وليس في شك لا في زمان حدوثه ولا في مكان حدوثه. وأهمية الوثيقة هي أن المحاكم الدولية لا تعتمد إلا على الوثائق، لا تعتمد على الادعاءات. أنا بشكر حضرتك يعني أنك وضحت لنا شروط هذه الوثيقة، كيف تكون وثيقة يعتمد بها في دوليا أو قانونيا. سؤال إيه لحضرتك دكتور مجيد ما بعد التوثيق؟ يعني المسارات التي يمكن أن تسير فيها هذه المحاكمة، إذا كان في محاكمة أو لجنة تحقيق أو غيره، ما بعد إرسال هذه الوثائق المسارات القانونية والقضائية دوليا إزاي؟ المحاكمة ثابتة والمحاكمة ستسير، وليس هناك شك في أن المحاكمة ستكون فعالة، وبالتالي لا يجب الاستهانة بالتوثيق ولا يجب الشك في أن التوثيق مجدي. التوثيق سيكون مجدي أهل الزمان أم قصر، ويجب أن على تقصير أرجو إعادة الكلام تاني دكتور لأن الخط مش واضح. يكون موجود أو يوصل إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، والمدعي العام سيقوم بجمع التوثيق وبتثبت من التوثيق، ثم يدرجه كوثائق يعني معتمدة من المدعي العام للمحكمة الدولية الجنائية، ومن هنا ستقدم إلى المحكمة، وستجلس عليها المحكمة، وستنظر فيها المحكمة، وتكون الوثائق والشهادات والصور، صور التلفزيونات وصور الأقمار الصناعية وصور الهواتف، وكل هذا
سيوثق، وهذا التوثيق سيقع تقع تقع عملية تقاطع بين الوثائق، وبالتالي ستعتمد كأدلة، وإن اعتمدت كأدلة سيقع تتبع الذين قاموا بتلك الأعمال، الأفراد الذين قاموا بتلك الأعمال، والأفراد هي سلسلة من الأفراد ليس فرد واحد، هو من الذي خطط العملية والذي إلى الذي نفذ العملية، والسلسلة الهرمية للتخطيط والأمر والتنفيذ هي سلسلة الناس الذين يجب جهدها الدولية أو كذلك محاكم أخرى. هناك دول تعتمد الاختصاص العالمي الذي تتبع الجرائم الكبرى وتوصف بهذه الوثائق وصف الفعل، وأن هناك الأدلة الكافية لإقامة دليل على احنا بنشكر حضرتك يا دكتور، وبنعتذر طبعا للأسف لرداءة الصوت من المصدر، لكن بنشكرك شكرا جزيلا الدكتور مجيد بودن أستاذ القانون الدولي. هي طبعا يعني جرائم لا تسقط بالتقادم، في يوم من الأيام هيتم ملاحقة القادة الإسرائيليين أو المسؤولين عن هذه الجرائم المروعة في قطاع غزة.